بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشر كي تضباتني لوات كان مذا كتابك عدة السالك وعدة الناسك لابن نقيب المصر رحمة الله عليه. هنو قد جري كتاب البيع قارهان باب الرهن. رهنت مسائل شيئين نكوك ذي جري حين يركو علينا الناميش وشرطه إيجاب وقبول ويري سائل أو صيغة ذي شاخ حير وشرطه رهنك شرط جيس إيجاب إيجاب ويرهن كحكي سكاء هذا وقبول أقبل تام ويوم ارتهن كحكي سكاء حين حال سوشاقنا رهنك إنه له شروط أن إنه له أركان الله أركان تاسين إنه الشروط أن لا ذهاي الراهن أركان توحية الراهن كأيوه مرتهن كأيوه شيء مرهون كأيوه مرهون به الدين كأيوه صيغة به أن راهن كأيوه مرتهن كشروط ضاد ونصوص شجني مرهون به جنا شروط دي سوي نصوص شجني هل كنا بحكم شيء يا صيغة الشروط هذا وحن يروى إيجاب وقبول إن هو حويا وصيغة اللفت الكذيبي وإيجاب يا قبول إيجاب كنا راهين كوي قبول كنا إن وإنه مرتين كحق سكها لأنه وعقد ويعقدنا إيجاب يا قبول يا لكم أرمانا وحير ولا يلزم من لازم ومواجب راهنك إلا بالقبض مرتهن إنه قعنت كل جاء قبضة من بوين بإذن الراهن ولمن الراهن كفسح حس أو قبضة فيجوز مركع وبنايا هي للراهن الراهن هو أبنان فسخه راهن كي إنه فسخاء يا أبنان قبل القبض أنت مرتهن قعنت أوسن كل جاء كهر هل كان نوحوي راهنك مربو لازم نقضع نسيك الهدية نقول إنه طرفنا لازم بوكان نقضى طرفنا جائز بوكان نقضى ان الراهنك طرف كيسة انت اوسن مرتهن قعنت كل شيء مرهونك وكان نقن كرا لكن مرتهن مركو قعنت كل شيء مرهونك ها كمان نقن كرا لن عيسو كل لازم اما مرتهن هذا حولها إسكها وليه كرا الرهن تيو إسكعش وليه كرا لين عيسى جائز بكية إلا بالقبض أمبو كل لازم بالي مارك قبضي وإن أفصح ننكي الرهن كها وإن أفصح شيء ويلا هذا قاض هدي وديعة أكتالي كان مرتهن كان نقنطانا والرهن لقد لقى الرباح التعب وإن أفصح الراهن هديو نن أدو ديعاء أقلقتو وطهدو كدي من الدين أتقاتو كيرادو والرهن بان كاربا ويرادو حوليه بان رهن وقادنا يا أكتي ديال إن أدو فصح دمو يين ديق مقبضوني سيدو كلا نبع حولك حولات كأماهاتي حولي وكاهي حوق وكاهي استيبو كيري رهن بانو هاي سنية وإن أدو فصح دمو إذن بإذن الراهن وصلاته فيجوز للراهن فسخه قبل القبض نوحوي واتي أن شيئا نيو انتو سنورتهن قعنت كل لغن مرهونكي ديوك الله بكرا مردو كل لغن لين عليسي وحوك النقن لازم بوك النقن وإذا لزم بو يرشاخ مركه لازمه شيئا الراهن كهجارته لازمه وواجبه حين كو واجبي جري وكو لازمي جري مرتهن إنه مرهون كي جعنت كل جس وماهن، فاتفقا إسوافقان على أن يوضع إن لرجال شيء مرهون كا عند أحدهما لوضع ضمتكات راهن يا مرتهن، أو ثالث أو متصد حد أكتيس إن لرجال وضعوا على رجال مربع هدي كه الشيان، وإلا هدي كلو يكه الشين ويان، أكت هذا لما لرجال راهن ومرتهن وأنا أكت هذا لقدر متصد حد يودي من مايا. وضعه شيء مرهون كاو لقي الحاكم وحاكم كا لقي عند عدل مد عدلها أكتس ولقي تاني نو حوي مربها دير رهن كي ولازم نقضه
شيء مرهون كحجيبة للجين هدي هشيان أو يميلكو هشيان ماشي أسأل لقي هدي هشين ويانا دي حاكم كاسود حق لي وميل لقي هدي ميلكو هشيان ماشي أسأل لقي أما رأينك اكتساهات أو مرتين اكتساهات أو مستدحاب ها مت كاسدحات لو دي بيو أما نين عادلة هالنقضة أما نين فاسقة هالنقضة كاسة دحاد لكن عادل يفاس ميت كودوني مع هذا لكن وحا شردها وقصبه ولا ما بمعنىها إنه أهل وياه إن أكتي سلر ديجو وحا بحيا أدوس إن أهل وهاين صالحان نقف كان مرهون كان لقدر ديجو وأدون مسلمة قال هذه اللي مدي بيو طرف كثالث كاسة دحاد قال لقى ما ديجو اللي مدي بكرة مصحف ويان شيء كان مرهون كان لقدر ديجو هذا قال هذه اللي مدي بيو شيء كان مرهون كان لقى ده يا وهب هدين حرب أها وقال دوم الديبي إن كواسه كلا إذا وحوي يان وإنه أهل وياه يوي دوس إن أهل وها إنه دوم الديبي كرا أما عدل هن قضاء ما فاسد كا لو ديبي ثالث كه صدحات عد كلا دوم الديبي كرا إلى إنه فصح هلا أمويين عد كلا دوم الديبي كرا een la wada duu waa inay u fasaxaan markaas haduu dhiibayo hadii uu sidaas sameeyo iyadoo loo fasaxin oo sheegi itlaaf ku yimaado darafka saddexda ayaa mag dhabayo dan dhabayo sheegi wa illa wadahu al hakim inda adl wa hawi hadii ay iskhilaafaan oo dhow raayinka uu adimu ku dhiibnaa murteen uu yiraahdo maya murteen raayin uu yiraahdo maya mid saddexaad uu dhiibnaa maya burada isla galaan حاكمك أنت وصار ده حقلو يحودي بي نن عادلها يودي بيا مركا عدل وتم وشرطي لكن لا بضاضة مركا يمد ثالثة يودي بيا عدالة الشرطي ما هو فاسح حتى ولا أكره واي حكوي هو شرط المرهون شيء المرهون كا إلا دقي محل يجري رهان أهان تلا دقي شرط يجلس أن يكون وإنه يهي عيناً عين وإنه يعين عين تؤي جزء بناية يبيعها بيعه بناية هل كان نبحك الله يا أركانتي وحاكو جري المرهون أما الرهن ده أما مرهون ده لبضا واسكم مرك الرهن كأ أما مرهون كأ أما شيء لا عرار ديغا يا لكالسوين ديغا يا وحال الله شرد يا إنه عين يا ولبنا عين بيعه بناية وإنه عيني هاي مركي اللي يده هذا وحاب حيا شيء هدي هذا هاي ولو عرار إسي هدي يكويره هذا هذا هاي ولو دين أن كل هاي دين تابا أن كل عرار لقد عين ما ومدة كلا عين بالليلي هدي يكويره هذا هاي ولو عرار إسي هذا هذا جري جري هاي ولا من فعدي سال لا ده من فعدي سوها إن الدكتور أكله هذا حالي شيء كان من فعلها وشيء بابا أيا أو بلي الله بلادي وقوك عنتهم كنت جاي. جري لفت الكيس هدي عرار وكل جوي كدو أنت هدي هو وعيني. لكن جري من فعادي سو سكنها تادي عين ما هو من العرار بيكر عين وعيني نقطة. يجوز بيعها بلي إلى عين تاو حاد أنا شرطها إن أبيع عيد وبنائه بيع عيد وبنائه. شيء جاءوا سن بيع سو بنانين هدي عرار لما بيكر. صالحان قف عدار يسيب وكيري كرسوني قف حر هذا كان كواه عدار كواه تبيع اسمه بنانا لأن تنت لجله الرهن كحوي قرط وبحين ويا العقتي عاد كل هيد إن لجرا أو لجوجد العقتي هذه سماهن حر لما جد كروي سدوا كلام مال موقوفها أو مال الوقف أيو حكوا يريد عدار وهايس ما صحي قف مكاتب وكير عدار وهايس ما صحي أم ولدوك يروي وهايس ما صحي إذن واحد بيع سو بنائه وإنه الشيء بيع سو أصلا بنائين رهن لقى مرة كنا تحسنا وانتا شيخ الحكير ولا ينفك ما فكذا شيء واحد شيء أو من الرهن شيء مرهون كم إذا حتى يقضي إلى الجزء جميع الدين الرهن إلى الدين تي صار أم يستر شيء مرهون كها مرتهن أكتي سيال واحد كصوفة كان وجر بمعنى واحد aad ka soo qaadan karto ma jiro waayna dowada guddo oo dowada dhameeyso marka aad wada dhameeyso deyntii lagu lahaa yaad ama gaarigii ama maxaa dhig jiray telefoonkii ama kitaabkii ama adoonkii wixii marruunka markaas uu gacantaada dib ugu soo laaban
intuu shilinkuugu dhiman yahay gacantaada dib ugu soo laaban mahayo shaygii marhuunka ahaa. Wuxuu la mid yahay culimmadu dhaheen mukaatabka iyo shahaadada oo kale ma kala tajazu iyo inay kala qaybsamaan ma gasho. Mukaatabku waxaa weeye qof baad ku kitaabaysay addoonkaagiibaad waxaad ku tidhi haddaad 3,000 ii keento oo dollar oo 3 sano gudahood ama 3 bilood gudahood hadda xor baad noqonaysaa. Wuxuu keenay marka 1,000 dollar buu keenay. Muu xoroobayaa qayb muu ku xoroobayaa maya? 2,000 buu keenay. Midaama ku xoroobayaa maya? Ilaa uu 3,000 soo dhammaystiro xornimo meesha uma taalo. Sidan oo kale way raanku. Shahaadaduna waa la mid. Shahaadadu xaggee? 2 qof baa waxay ka maqrati kacayeen oo ka mara kacayeen shaygan mudaca bihiga ah inuu ama mudaci leeyahay ama mudaca calihiiba uu leeyahay. Labadoodu ma kala qaybsan karaan shaygan? Haa, ani waxaan qirayaa qayb ka mid ah inuu leeyahay mudaca calihi. Kii kalena uu yiraahdo anna waxaan qirayaa qayb ka mid ah inuu mudaca calihi leeyahay. Mudaca calihigaa lawada, labadu way qirayaan laakiin shaygii dhammaantii ma wada qirayaan qayb ka mid ah qirayaan. Ayadana sax ma ma kala qaybsanta. Waa inuu dhaho ninka shaahidka koowaad uu dhaho shaygan dhammaantii waxaa iskale mudaca calihi. Kii kalena uu dhaho waxaan makhraati kacayaa inuu mudaca calihi leeyahay. Labadu waa inay isracaan. Idan mukaatabka iyo shahaadada iyo raanka shayga marhuunka yacni ayaala ma kala tajazumaan ama ma kala qaybsamaan waa inaad wada bixiso ood wada dhammayso. Taa waa sidaasoo laa yanfaku shay-un min arrahni xataa yaqdiya jamiic addayn. Allaahumma waxay yidhaahdaan masaa'il dhowr ahay kasoo reebaan suwar dhowr aha oo shaygii marhuunka ahaa qayb ka mid ah uu kuu soo fakanayo ood ka soo qaadanaysa ama ka soo ceshanaysa ama aad ku tasarufayso. Dhowr masaa'il bay sheegaan, 3 aan ka sheegno, mid kastana aan tusaalayn. Suurada koowaad waxaa weeyaan idaa tacadada alcaqdu bay yidhaahdaan. Caqdiga haddii uu tacadudo oo uu tiroobo qayb ka mid ah shaygii marhuunka ahaa ee cinda almurtahiyaale uu kuu soo fakan karaa. Tusaale ahaan, nin baa deynka qaadatay. Nin baad deyn ka qaadatay, haddana deyn kalaad ka qaadatay. Wuxuu ku yidhi deyntii horena curaad baan rabaa iyo kalsooni, deyntan kalena kalsooni iyo curaad baan kaa rabaa buu ku yidhi. Waana 2 caqdi soo maaragtay. Waxaad siisay tusaale ahaan addoon baad oga dhigtay curaad aad oga dhigtay ama gaadhi baad curaad oga dhigtay. Waxaad ku dhahday qayb ka mid ahana waxaad u qaadataa deyntii hore curaad u hayso qayb ka mid ahana deyntii dambe curaad u hayso. Kadib deyntii uu kugu lahaa 2 deyn bay kala ahayn soo maahayn, tu waad bixisay, qayb baa kuu soo laabanaysa qaybtii aad bixisay. Idan shaygii marhuunka qayb ka mid ah hadda kuu soo laaba salaan, gaadhigii baa shaqaynaya oo kale, gaadhigii waad ku shaqaysani yani qayb tusaalaan waad ku shaqaysani, addoonkii qayb baad ku shaqaysani. Shaygii marhuunka ahaa qayb baa kuu soo laabtay. Idaa tacadada alcaqdu tusaaleed waa taa. Waxaa kale idaa tacadada mustaxaqu deyn, ninka deynta iska leh ee mutay, haddii uu dhowr ama 2 ama 3 ama waxaa ka badan u yahayna shaygii marhuunka ahaa qayb ka mid ah wuu kuu soo fakan karaa, wuu kuu soo laaban karaa. Tusaale ahaan waxaa weeye nin baa deyn ka qaata deynkusi, kuu kalena deyn buu ku sii, 2 deyn wadu, 2 nin baadna ka kala qaaday. Kii yar wuxuu ku yidhi kalsooni iyo curaad baan rabaa, kii kalena wuxuu ku yidhi kalsooni iyo curaad baan rabaa. Labadoodiiba hal gaadhi baad curaad uga dhigto, adna qayb adna qayb, hal addoon baad adna qayb adna qayb. Hadda yaa tiroobay macaqdigaa tiroobay mise mustaxaqu deyn baa tiroobay? Adiga hal baa tahay mugta, mustaxaqu deyn baa tiroobay. Idan mid baad bixisay wixiisi, dekaa qaybtiisii iyo jusiyadiisii way kuu soo laaban. Marka shaygii marhuunka kaama lagaama wada haysanaya qayb ka mid ah kuu soo laaban. Mustaxaqu deynkana waa sidaas. Idaa tacadada man calayhi deyn, idaa tacadada man calayhi deyn, deynta cidda lagu leeyahay ayaa tirowday. Tusaale ahaan waxaa weeye tusaalayaasha isku dhiibeen aad ugu kala fiirso. Addoon baan isku lahayn inakoo 2 ah, inakoo 2 ah ayaan addoon isku lahayn. Nin baan deyn ka qaatay,
adigina ninkii baa deen ka qaadatay ani deen baa ninkan ka qaadatay adiguna deen baa ka qaadatay wuxuu ku yiri walaa uraar iyo kalsooni isii adigana uraar iyo kalsooni baan ka rabaa buu ku yiri halkii adoon baad u dhiibteen oo waxaad dhahday war aniguna deyntaydii qayb ka mid ah u hayso aniguna qayb ka mid ah u hayso adigii qaybtii lagugu lahaa ee deyntii baad iska guday kaa kalena muunusan gudin shaygii marhuunkaa qayb ka mid ah u hayso waa fakan saddex suuro wey soo ma idaa tacadada alcaqd idaa tacadada yustaxiqu deyn idaa tacadada man calayhi deyn man calayhi deyn waraathadiisiina waa suuro la mid ah laakiin waxba dhib kuma jiro waa iyada oo kale un suwar kalena way sheegay إذن قاعدين دودوبان أه ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين ها واسدا لكن صور كاس صور كواحة كانين مرة الصفقة دي عقد جيبة تروبية مرة واحد تروبية مستحق الدين كي مرة واحد تروبية دتي دين تلقولها كوا إيه والشيء كم إذا رهن كو وصوفة كناي بكم جل حير شاخو وليس للراهن وليس ماهن للراهن الراهن يكي عرارة إيجاي مد وأسوغن يهي أن يتصرف إنو كتصرفه فيه مرهون إنو كتصرفه بما شيء أو كتصرفه شيء أو يبدل برين يا حق المرتهني ننكي تأخذ يفلها عرارة إكتسا إيتالي حق سوح برين إنو كتصرفه ما بنا كبيع وذلك كبيع أو كلاوة يوحي حق برين إنو إيبي شيء مرهون كه راهن با إيبن وهبة إنو هبة يوعدك لأسيسي أو ينقص أو ينقص hoos u dhigaya qiimatahu shaygii marhuunka ahaa qiimihiisii hoos u dhigaya inuu ugu tasarufo ma bannaan ka lubsi xirasho oo kale weeye walwadi reeraysi weeye uu addoontii reerayso wayajuusu laakiin waxaa bannaan inuu ku tasarufo bimaa shay inuu ugu tasarufo shay oo laa yaduru aan dhib keensanayna ka rukuubin oo kale weeye fuulitaan gaadiidkii uu fuulo wasugnaa degitaan gurigii uu dego ولا يجوز دم له رهنه شيء مرهون كها ولا يجوز له ما بنار رهنه شيء مرهون كها إنه سيع كلسوني دقو بدين دين دين تو آخر كلا ولو عند المرتهين عند الدين تقول المرتهين كها أهتى تاني نبحوي راهن وما بنانا شيء مرهون كها عند المرتهين يالي إنه كتصرف وح مرتهن كحقي سي إبطال كوكيني أما وح قيمه يواصل له وما بلان وحن دب له صموه ها وقول تصرفي كرع انت اسوي بس لا ذكوا مركب وليس للراهن أن يتصرف فيه بما يبدل حق المرتهن صال الآن وح مرتهن كحقي سي برنيا أديك الرهن كها يا يمد مرهون كي بابا تسوق جيسي وابد إيبي عدك على كجد ما بنان sababtoo ah wuxuu u haystay mar allaale markii aad bixin weyday deynta in uu ka guto soomaaliya haddii muxuu ka gudan oo aad ka gaday kabaycinta hal masale ayay ka soo reebaan culimmadu oo luqsi ay ku sameeyaan iyo hal xidhaale ay ku sameeyaan oo yidhaahdaan waxaa bannaan shay marhuun ahaa in la iibiyo oo raahin uu iibiyo isaga oo murtahin aan ka fasax qaadanin ee sheeg bay yidhaahdaan alcalaamatu damiiri baa weliibana لغزي أهل حرالة كان بيت بين كقادان وحير هذا عين لنا مرهونة قد صححوا عين لنا مرهونة قد صححوا عين لنا مرهونة قد صححوا بيعا لها من غير إذن المرتهن بيعا لها من غير إذن المرتهن جواب تدين بيت لابد بكجرا ذاك معار ذاك معار ذاك معار باعه باعه المعير من ذاك معار باعه المعير من شدر الثاني من استعار للرهان من استعار للرهان فارتهن أو فارتهن من استعار للرهان فارتهن وحاوي صلى الله عليه بيع ما بنانا شيء مرهون كأها إنو الراهن سوق جاي ما بنانا صلى الله عليه
ها هل سورة بي بنانان وأيضا هل حلالة سورة حوي تسالهان جهاز كانوا كلام أيام قفك سو عريستي وحن وسو عريستي وتو تبع عريستي هنا قف كلا الدين كقولها هنا وراد أهان هذا أقول لك تيجي كرسوني أهان هذا أقول لك تو فسوا قاعدة تقف كسو تبع عريستي لا بعد دي بكون جرمش سكيل هذا قف كسو تبع عريستي قف كلا الدين كقولها بعد أكتي سبكتي وتحط هذه كرسوني هكو هذه وراد هكو هذا هذه وحتى هاي مستغير بعد هاي سامع وحد كل لعبة كي معير كي يكون عاري وحد كل لعبة وحد كل تري نيو شيء مرهون كأن دقيقة كا عاري تين كاتب العاري تين عاري ده يجي إيبي بعد كي إيب سنة سامرك كلا جدا نيس توس بس كلا جدا نيس ما كلا جدا تين ها مرتين فصح ما عارن كسر قاعدة لأن واحد فصح وكو هاي مرة نبكم تشرب سيسون دي بقول كده يحيي اللي جا عري وفوقها كامرتين حقي في إلا الدوسيو ماشي على قصر سامو ده بتكيب ستوات كلا جلتين سامو ولي أكتي سأي سيا ليا ذاك معار باعه المعير من استعار للرهان للرهان فرتان يعني حس عريتي إنه رهان لكم هاي إذا بيكم جيران كان صورة إيه كسر رهوا صابتوا هكم جيران تفويت حقي إن المرتين كم يجري ولي هوش يوصيها يسنا يا وصي لك أنا نعم وهبة أو كلوي هبة ذن أيضنا ده حق سيبر نيسا أو ينقص قيمته من وحوي وح قيمه سيواصل لك أيا إنه قط تصرف الراهن ما بنا يعني الراهن كي إنه قط تصرف شيء مرهون كأي عند المرتين يا لوح قيمه سيواصل لك أيا ما بنا نو كلب سحر شو كلوي مرضي وقول هاي عران أهان أخيص مرادي أنا أكو حرقتها السوق أكو هذا دي أدرين تاني ما بنا إتلاف ومكين يسي حرشاد لكن قيمة ما وصل إياه ومردو إياه مرا عصوها دي إسكو قيمة من نقانا يعني إسكو قيمة من جليان والوضع يصير هكلا أضانتي أدرهن أهان أدوسيس أنا أضض ومرتاع أدرهن رئيسة إياه دنا هذا محل به جري قيمة بيهوصل إياه الساعة مركلة تصالينا والوضع إليه هدي جور لو جتشيدو تمثيلكو كو أصحي بما ينقص قيمته هدي لكن تزويج أن لو جلتشيدنا إسرائيل رئيسي يا جماعة لو جتشيدو كم أصحي صواب بحاول والوضع هدي أن أهنا جماعة إسرائيل رئيسي كي بلو جتشيدا هدي أن أهنا وحكت لنا هدي الرهن كهاي مرهونة داس أدونتها هدي أروح تكتاد رهير يسوي إني المقعد هدي المقعد أنا واحد نقارن إذا ولد بين نقارن ولدنا ما اللي يبين كلام مثل اللي يبين كلام اللي يبين كلام إذا إبطال الحق بقى إما نهيه سما ملك التمثيل كوالوضع هدي لوجه ذا جماع ما كو أصحيح صالح بما ينقص قيمته إيه حق هو رجل هدي لوجه ذا جورنا بما ينقص قيمته ويانا صالح إنك لا تجورسي إنك لا هي تجورس سلامت وحالي رأضنت هي اللقبة يا إسلام تأن لقبين لا وضوء إله الصيب ها هذا وحن له إن نحدا قيمة هان مركز توحى كريسة مدة هان ما لحب النعم إذا الوضع إن لقو تفسيرية لقو حال به جرى الوقع تزويت أي جوريتانك أي كو أصح مثال هني نقو أصح الوضع بالي هدي هذي صغيرة هاي أما هويناتو أما بكرياتو أما صيباتو أما عزل حسما يا ما يوصل صمين السنة يوصل هو تصرف ويجوز بما لا يضر حويان أدي الرهين كأها مرهونة دي تالي عند المرتهن وحان إبقوا كين سنين إبطال الحق المرتهن لأن كين من قيمانا أن هو سوى قولي يعني إنه هو تصرف تقليبكم مجروع سألاني ناد جديد بوهاي واطفو شيء أما قولي بوهاي وادكتي تقليبكم كين سنين سوى وعاد مثلا كلا حويان ولا يجوز رهنه بدين آخر شيء مرهون كهاي المرتهن بيبتي الرهن تكلكتي إن الدين كل الرهن أقلكته ما صحيح ولو عند المرتهن وحويا مرتهن كي دين تقولها الرهن كان بيبتي بعد دين كلا كقاعد وهاي الرهن يصير كوير عراد وحاط هذه تي مرهونة أكتر هذا تي تن تكل الرهن أقلكه رهن رهن مقشر رهن رهن من نقطه
لأن الرهنت ومشغول سنتها وحكم مشغول سنتها إن عرارتها إن الرهنت لقصي مشغول السوما بنان بل وهل مثال ذا أي أشياء ومثال ذا أي أشياء المشغول لا يشغل مثال مشغول من هنا ما قعد الأصحاب من أو من وقعد الأصحاب وقعد الأصحاب فيما ينقل بأنه المشغول ليس يشغل ومن هنا ما جاز أن يرهن ما رهنه أخرى كما قال العلماء رهن هذا ما يقول لك رهن كلا هذا كما دي كرتي ثاني انتهى سويا شاخ حير وعلى الراهن كي الراهن كها دوشي سوحاء هذي مؤنة الرهن رهن كي يشيغ مرهونة أما الرهن كعبر أما مرهون كعبر الله الله اسمه بان راني سوما شيغا وحي خرش ايه كبحي دوشي سيهاتك ويلزم والواجبين الرهن كي بها مؤندي والواجبين صيانة لأجل صيانة والواجبين إلى لين أو غير لحق المرتهين كمرتهن كي تأكل أفلاها حق سيئد الله إلى لين أيو وله الرهن أيو أصغنا ذي زوائده الشيء مرهون كوحياله كصبحية منافعاتها أي ولمن منفصل كها أصغى أي أسكر كلبنه عانه سيء كلو وثمره المره سيء كلو هل كان الوحوي شيء مرهون كها هذا خرش تكلفي مؤوني وحبوه بانكرا ها الضموي نفقه بانية حرشوا بهاي، يعني جيب سدي ميركسوا بهاي، يا وحاسة لأن دشي ساعته يا كبحن، وحاك بحن رانك يدشي ساعته، محل لي جري وحويان ده بدو يان ونيف جيل هوي، نيف كجيل أو بهاي عاوز بادي بيو بهاي، يدشي ساعته رانك، بيروي إن الجوية رتا يا وية سيركوي، إن اللي إنجيل رتا سيرك إنجيل. قاروية بكني يمال خرشي العقب وبانية سيد دوشي ساعات كورتي الراهن بيدوشي ساعاتي تعسوا عصدس واي ويلزم بها صيانة لحق المرتين محاد دوش الله ساريا راهن موندي مرهونة يخرشي محاد دوش الله ساريا هدي مرتين حقي سين لا لي صاوكوها قارينا هدي بكن في على دقي واي ولا تشيبين أما كوي كلا قاضي كوي قارياش الله كاتشوا الله مالا كواس ويا كواس واقاليو دي وحكا لي ديب كلا ايماني مرتين كحقي سيبا ماشا كودا يعمي مرتين كحقي سيدو الالالني او غيد با مؤونا دي خرشك رايين كدوشي سلوزة نيف قيلا ويتسانا بادي بيو باني هدي اللي سيوا يو هتو وقت ايمانيا ديمشو دواني قيمي سيبا وصو دعي وكوكا سفا اي سنتاو دعي خرشك دوشي استقال لكسان وله زوائده كلبنه وثمره وحوي هذا وحوي لانكرا ذوائد وحك صباح وحوي لانكرا وحك صباح يلا ما مذن بين نقر لا ما مذن بين نقر ذوائد إني متصلة إني منفصلة هذا متصل تاعي تاعي هذا ولي رهن كي بيكون جرتاي أو مرهون ويا شيء سؤال نيف كي بعجلة أو كلا تصنع هذا ولي مرهون ويا مرهون هدي لكن ذوائد أي منفصلة وحك صباح معي تاعي زوائد منفصل كرهن كي مرهونة دي مجا شيء وحي أصلا وتع رهن كي أصلا وتع سؤال نيف قيل هوي وإرمان أنا لا جلس أنا إنت أصلا تربى لا جلس يعني يا إسكالة حاسكالة الرهن وحويان بير أو كلا بيرتي وحيلة المراي لا ده حواك صوب حي يا إسكالة زوائد منفصل كرهن كإسكالة صوبتها الله بدو دوشي سي سارانت ديب ديب يدف دوشي سي سارانت تاسوي شيخ حير وان هلك هدي وهلاك سما او ماشا كبخ شي مرهون عند المرتهن يكون كو هلاك سما كي مرتهن كا رانتي عرارته هيستي اكتي سي اي شي كو بابا بلا تفريض اسو احد بدو لان لم يلزمه مرتهن كو واجب يا شي ما كو واجب ما جيره او لا دين دبي أو بتفريض إن حد جذب بو وجهه لأكثر من شيء مرهون كعدة المرتين ضمينه ضمانة قاضي وبحنا يا ولا يسقط مرعى بتلفه شيء مرهون كباب إثيك بحيتان كيس ماشى وكبحية هلاك كيس شيء شيء ماشى كمرعى شيء من الدين دينك كمل والقول هذيل إخلافنا والقول وين
في القيمة قيمة لحظة اسكون ما نضافه قولهم مرتهن قول كي سوي وفي الرد علتانا دي لا اسكون ما نضافنا قول الراهن وي هل كان هنا مسألة إيمان شيء مرهوك أي مرتين وهايستي عرارتي كل سنة سنة وهايستي يا بماشي كبحي اتلاف باكو يمت وحن ده هنا نمكن مرهوك يدس ويدو أمانة يدو أمانة نقاك الله لقم ولا يقانا سمو هدي تعدي وجره محايا هنجرت يضمن هدوس انت عدي جرينا وحلو يقول له ملو لأن يقع أنت تقع عن أمانة سماين بينما يد ضمانة إنك دمنتها تيو كلوي مر بعدين عند المرتين شيء مرهون كان ماشى وكبحه وبلا تفريد نوي هاي وسوى حك حد آفة سماوية كل عاد وحن الله هنا يده يد أمانة نوي وحلا جرب رب استجيب ملها هديور بعدين تي تي حوالي اعتقادين وكهرها أو بتفريد ضمنه لو حويان حوي وحد جذب سمعين صار أنا كتاب يدين رهن أنا ضو قديت كتابك يوم يل ددمة دش هذا صار ددمة سلام يا قام وحاء أنت مركا أبور بك أديكتي مركا ما عندها هنا تعدي بالله تميد مر هذا التعدي التفريد وجري دوا الجوله تفريد كوا حكم إذا قارتي دينتي وكود السي نكيران كا هذا ده حاله سي شيء مرهون كاي ده جهز يكوس علين واي كده بيسو يكوس علين واي ودت كلا نجح توريين قارية أو شيء ماشى سوق بابا حنا هنا تفريد بلي ميت حنا هنا وين الدين نفط أيضا تمام صح ولا يسقط بتلف شيء من الدين لو مثلا إما كرتان هدي شيء مرهون كا ماشى وكبحه سدوا دوني وأقرب بحال مرهون كا يدين تا صبح واحد شرمة إيه شيء دين تاول والولى الراهن هو مرتين الدين تيسي وطلب يا كان على جوني هاللغة حتى والقول في القيمة قوله يو في الرد قول الراهن لو مسلك إماتة أو كرت من تا تلفك تلفك شيء هذي ومرهون كعماش وكبحه وتصال آن أن طهنا بتفريد وبتعد من المرتين بماشة كربحة قيمي سوى اللي قدم ده مسامه شيء مرهون كأكتر يلي مرتهنه قيمي سوى قوة كن دولار بقى راهنه ما قوة ما يكون دولار ما يكون إيشان بقول دولار بقى قول من القول قول المرتهن بيمينه وي ده الراعي وينه النار بيمينه وي وفي الرد نحوي قول الراهن تنو حوي هذا لو شيء مرهون كائن كولي بهدان راهنا مرتينه ماذا نيسو علمي ما هو مكوس علمي ماذا نيسو علمي ومكوس علمي قول القول قول من قول الراهن مع يمينه وي هذا نور راعي وين ودارت وتنديه جري قاعدة هاي كل أمين مصدق بيمينه إلا ثلاث ما هما ما هم من هم المستأجر والمرتهن وال يا تنشين والمستعير اللي كجرت عديار استعيرك مرتهنك استأجرك تكلم هاي يا كرة ولا شيء والملتقط صح والملتقط ما شيء نقول له أيوة أيوة كذا أنت مبا وحي أقعتين شيئا لمصلحة أنفسهم صحيح ظن أي غرض أي وليهم بأقعتين مرك مرتين كي شيء المرهون كان حقوقه لمصلحة نفسي صامه وين علي يماذا معلنيني يوم قولك وحال قانون الراهن كان قانون لأن لمصلحة نفسي بوقات تنسوي وفائدة الرهن هل كان حقوق شيء يا أتم مسألة إلا هذا مهم أيضا مسألة إنه حويان شيء المرهون كي عند المرتين لا تجا يوم الفائدة منه فائدة كجت الحياة غير وفائدة الرهن
شيئا رانكا فإذا دي سو بيع العين عين إي بيتان كده وعين تي المرهونة تي اللي وذا عاد لقاي لا عراد لقاي عند الحاجة تباهي أكتاد إلا إي بيو إلى وفاء الحق إن لو إي بيو حق أو سشلي فإن امتنع هدي وديد الرايم والرايم منه بيع إي بيتان كهدي وديد ألزمه وحاكو أجمنا يا راهنكي الحاكم حاكمك أياكو أجمنا يا إنو إي بيو إما الوفاء ألزمه له حكوة جبن راهن الحاكم حاكم حكوة جبن له إما الوفاء إن أوفيه حقي ومالك الأكوه فيه أو البيع متنه ويبي الله من حكوة جبن يا فإن أصر هدي وسيجوك تيديد مدي أوه حي مالك أنا كأو في المهية تن اللي ما يبينه باعها شيء مرهون ذا يدوح يبينه يا الحاكم حاكم كي رغم أن في كويب تن أنا بحوي شيء مرهون كفائدة اللي قاله هي مركي عند المرتين لا تيجي وحوي مركي الله باهوا اللي يبيو سفنك المرتين كحق كلها الرهين ووصل أو في الشلا أو في سنة يا أو كقاعدنا يا أو كجودنا يا تصدح صورة منهم بين نقاني شيء مرهون كقيمه سوسمين صار إنه مشي عنك صار شيء حوي إما إن إسلاك هذا شيء دين تهاي شيء مرهون كقيمة هذا إن إسلاك هذا تهوى سطر لما لازمه تهاد السوق بدين وتقعدنا إنسان طبعاً كنا دين هاد كل حي شيء وكرهان لقينا طبعاً كم قيمة سو هاد سطر ويان مرك طبعاً كي يكون بتقعدنا إنسان إنت السوق كيس صور عنه تهوى سلس وإما فإذا المرهون كان لقلع وحيوا يدين سوق اللي جاي والرهين وإيبي مركي اللي جرا هدي ودي ويرا هذا ما يع شيء ما شيء عن شغلة السوق اللي مجيني حاكم كأيا سوق ما نسجع لا بقى الرمان مدي مكوة شيء مدي كواد ويا هي ما إيبي نسي سما ها كان مالك لك كده لو العقد مالك لك كبحر وكبحر وين هذا وحال الله هي إيبي إيبي كي بقولي سيدي ده منا ما أقوله ليه هاور كويا لما حاكم كسلطية أود بلا يسموها سجع يا شيء مرونة ده السوق جينية أنت أي نقطة أنا هدي صدق لي صورة مد أم بين نقطة ها
هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.